عزموني مجموعة في منطقة من مناطق الجنوب، والعزيمة لي وعشاء، وتعرفون أهل الجنوب بدري بدري وشاهي وقهوة، وأنا بدورة المياه أعزكم الله أخوانا المشاهدين. وكل شوي كان موضوع القصر والجمع ومدري، واخذ وعطنا عن حياة الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين، ومعنا واحد جزاه الله خير أخليه يفتح النت وش رأي بن عثيمين في المسألة ذي. أبي دورة المياه، أبي دورة المياه، ما درت إلا قال تفضل حياكم الله، وقف كذا قال على واجب شيء ترتيب يعني. ما أنا ما أقدر والله أتعشى، ما أقدر أتعشى يا جماعة. فغسلت وعلى دورة المياه. لما جيت والله يا جماعة حركة ما أنساها، واقفين في المجلس، مجلس على السفرة، واقفين موقف ما أنساه. شوف الأدب، شوف الخلق. الموقف الثاني لين جيت، سلام عليكم، اعتذر معلي شغل، لا لا تفضل حياك الله، جلسوا. الموقف الثاني هذا حصل لي الأسبوع الماضي في مكة. الحقيقة كان في محامي ويسألني أسئلة وما لي فيها، لكن أنا أقول له يعني العرف، هو محامي وكان يسألني أسئلة، ولا أكليت جماعة أكلوا. يوم قام هو بديت أكل، شبعوا الجماعة ذولي. أنا الغداء ما تغديت، ساكن في مكة في الفندق ولا تغديت ولا لو قاموا والله مستحيل أني أجلس أدبا. المجموعة اللي قدامي وأشكرهم من هذا المكان محمد، جالسين كنا اللي حترز واللي كذا سلطة لين كملت يا أخي، لين جيتها حتى في المجلس. الحين لو أننا زائرين أخونا جزاه الله خير، بعض الناس زيارة خفيفة يعني، الحمد لله على السلامة، عظم الله أجوركم، إن جايين أربعة ما تدري هذا طال عمرك اللي يقول أكرمك الله أبو فلان، هذا نص فنجان، وهذا ياخذ جوال فلان مبطي عنه، وهذا توهم صار نظره طال عمرك قبل تستاذن، شف انا جيل زمالك وشف، ويا زين الاشاره اللطيفه اللي بينكم ها يعني ها خلاص اكرمك الله بعدها ما تقول اكرمك الله. هذا ادب من 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 الاداب التي ينبغي لها الاماره.